قصه الحضاره هي قصه الانسان. عشان كده تلاقي مثلا ويل ديورانت المؤرخ المشهور اسم الكتاب بتاعه قصه الحضاره، هي قصه الانسان. انما قصه الانسان هي مراحل تدرجه في الحضاره. مفيش انسان غير متحضر، كل انسان متحضر، انما بدرجه تحضر معين. قصه حضاره الانسان بدات من اول ما نزل من على الشجر مع ابناء عمومته القرده، قرد البابون والشمبانزي والكلام ده، ولاد عمنا طبعا زي ما احنا عارفين. اما نزلنا وسبناهم يتنططوا على الشجر ونزلنا على الارض وقفنا على الارض، مرينا بفتره اولى بنسميها مرحله الالتقاء. يعني الانسان ماشي على وجهه، يهيم على وجهه زي اي حيوان، وبيلتقط من ثمار الارض، الثمار اللي وقع على الارض بيلتقط وياكل. هنا هو سلوكه كان زي سائر الحيوانات وزي ابناء عمومته اللي لسه بيتنططوا على الشجر.